سبب خلاف محمد الجم وطارق البخاري ومحمد الخياري. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان المغربي محمد الجم وهو يرفض إلقاء التحية على الممثل طارق البخاري، وظهر الجم في الفيديو وهو يطلق صيحات من الغضب في وجه البخاري الذي كان يسعى للصلح من خلال تقديم اعتذاره وتقبيل رأس الجم. لكن بالرغم من المحاولات الكوميدية المغربية حنان الفاضلي لتسوية الخلاف بينهما، إلا أن الجم رفض ذلك بشدة، وأبدى الجم رفضه لطلبات البخاري مؤكدا أنه لا يمكنه نسيان الإساءة التي تعرض لها منه، وأنه لا يمكنه المصالحة معه إلى يوم الدين، معبرا عن ثباته وقوته في مواجهة الظلم والاستبداد قائلا: قلت لك لا كان البخاري والخيار منجيش، حيث البخاري أساء لي بزاف وخيدوز مليار سنة، أنا وياك تلعند الله. بعد واقعة رفض مسامحة الممثل محمد الجم لطارق البخاري رغم تقبيل هذا الأخير لرأسه، وبعد تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، خرج الممثل طارق البخاري عن صمته ورد في تدوينة نشرها عبر إنستغرام أن خلافا قديما حدث بينه وبين الجم، غير أن هذا الأخير رفض تجاوزه. ولمح البخاري في منشوره عبر الإنستغرام إلى سبب الخلاف الذي حدث بينه وبين محمد الجم قبل سنوات عدة دون أن يوضحه، قائلا: بنادم من عامل فيه الحقد عليك، حيث في واحد تصوير ما قبلتيش ليه داك الشي ديال التحسريف ورفضتي مصطلح براش الدومين، الحمد لله قلبنا بيض خالي من الحقد والضغينة، نحترم شيبة الناس وسنهم، حنا كدوز غير سيمانة كنساو اللي غلط فينا وضرنا. وفي الوقت الذي يجهل تماما سبب خلافه مع البخاري، فقد سبق للجم أن أصر لمصدر مقرب منه أن الخياري ظل يحاربه في عمله، بل وكان سببا في إزاحته من إحدى البرامج الرمضانية قبل أن يؤكد أنه انهال عليه مرة عبر مكالمة هاتفية بعبارات وصفها بغير اللائقة، وهو السبب الذي يرجح أن يكون سببا في الخلاف الذي تحدث عن الجم عبر مقطع الفيديو المتداول.